بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتناول في الفيديو ده أو هنستكمل في الفيديو ده رحلتنا مع التزوير. إحنا في الفيديوهات السابقة في التزوير اتكلمنا عن إنه التزوير كأي جريمة لابد أن يقع، أن يكون له ركن مادي وأن يكون له ركن معنوي، وذكرنا أن الركن المادي بيتحقق من خلال 4 عناصر. يعني الركن المادي في جريمة التزوير، إحنا كل جريمة عموما، يعني ده بصفة عامة، كل جريمة بيبقى ليها لازم ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي لجريمة التزوير بيتكون من 4 عناصر. العنصر الأول تغيير الحقيقة، العنصر الثاني أن يكون تغيير الحقيقة في محرر، محرر يعني مستند. العنصر الثالث أن يكون تغيير الحقيقة أو يكون التزوير بإحدى الطرق التي نص عليها القانون. العنصر الرابع في الركن المادي للتزوير أن يكون هناك ضرر وقع فعليا أو محتمل وقوعه. تناولنا في الفيديوهات السابقة زي ما قلت تغيير الحقيقة كالعنصر الأول من الركن المادي في التزوير اللي هو تغيير الحقيقة تناولناه، وتناولنا العنصر الثاني اللي هو أن يكون تغيير الحقيقة في محرر. هنتناول إن شاء الله في الفيديو ده وهنستكمل العنصر الثالث في الركن المادي لجريمة التزوير، وهو أن يكون التزوير بإحدى الطرق التي نص عليها القانون. يعني القانون ما سابش طرق التزوير بدون تحديد حددها. يعني لو حصلت جريمة تزوير بطريقة غير الطرق اللي نص عليها القانون لا تقع جريمة التزوير. طيب العنصر الثالث اللي هو الطرق التي يقع بها التزوير، في طريقتين: الطريقة أو التزوير المادي والتزوير المعنوي. يعني أنا عايز أوضح إنه التزوير لا يقع إلا إذا حد استخدم فيه طريق من الطرق التي نص عليها القانون، والطرق دي طريقتين: تزوير بفعل مادي أو التزوير بفعل معنوي. طيب يعني إيه التزوير بفعل مادي ويعني إيه التزوير بفعل معنوي؟ قال لك التزوير بفعل مادي هو كل تغيير في محرر بطريقة مادية، أي بفعل ظاهر محسوس يترك في المحرر أثر يمكن إدراكه بالحس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحس عند الإنسان اللي هو العينين، أو يعني الطريقة دي هي طريقة بتستخدم آلية. يعني إيه؟ يعني بيستخدم إيده، بيستخدم أداة، بيستخدم أي وسيلة تحقق هذا الركن المادي أو التزوير المادي في المحرر. والآلية دي أو الطريقة دي ممكن إدراكها بالحس، مش بالضرورة يتم إدراكها بالحس من الشخص العادي. يعني مثلا، يعني ممكن يبقى في تزوير في عقد بيع، ويبقى فيه عليه أختام وعليه كأنه موثق في الشهر العقاري وكل الكلام ده وتمام التمام،
والضحية أو المجني عليه يشوف العقد عليه أختامه عليه كل حاجة وكل شيء واضح فينخدع فيه. فبالتالي هو عشان ما حدش يتوقع إنه الركن المادي إنه لازم يكون اللي يدرك التزوير هو المجني عليه، لا بالعكس، ده هو اللي يدرك التزوير هنا الخبير، لأن المجني عليه إذا أدرك التزوير يعني إيه، إذا كان التزوير مفضوح لدرجة إنه أي حد ممكن يدرك التزوير، يعني أي حد غير خبير ممكن يدرك التزوير، في الحالة دي يبقى الفعل المادي في التزوير أو ارتكاب التزوير لم يحدث، بالعكس الفعل المادي عشان يحدث وعشان نعتبر إن ده تزوير بفعل مادي لابد أن يكون التزوير لا يدركه الرجل العادي، يعني هنا المعيار هو معيار الإنسان العادي. بمعنى هوضحها أكتر، لو حضرتك مثلا واحد أدالك فلوس، طيب الفلوس دي مزورة، تمام؟ أخدت الفلوس منه وبصيت فيها كده لقيت الفلوس متقنة تمام التمام، وبعد كده اتضح إنه الفلوس دي مزورة، بس أنت كإنسان عادي بتتعامل، ما أنتش خبير تزييف ولا تزوير، بالنسبة لك الفلوس دي شفت إن هي صح، فبالتالي أنت تعاملت مع المتهم بالفلوس دي. طيب لو أنت تعاملت معاه بفلوس التزوير فيها مفضوح، مفضوح إزاي؟ يعني مثلا أدالك فلوس 200 جنيه، لقيت ال 200 جنيه دي الألوان اللي فيها يعني مسيلة على بعضيها والصورة متلخبطة وبتاع، دي تبقى مش تزوير، ده يبقى لعب عيال. يعني التزوير عشان نقول تزوير مادي أو معنوي لازم يكون متقن للحد الذي يجعل الإنسان العادي الذي ليس هو بخبير ينخدع فيه، تمام؟ فعلشان بس ما يعني حضرتك ما تقولش إنه التزوير المادي إنك أنت كإنسان عادي من تقدر تكشفه، لا بالعكس، ده أنت لو كشفته كده يبقى إيه؟ ده ما فيش جريمة تزوير، ده يبقى كده لعب عيال. يعني تخيل واحد مثلا جاب صورة 20 جنيه محطوطة على صورة 200 جنيه مثلا أو 20 جنيه ومحطوطة على مجلة أو على جورنال وراح قصها وأدها لك، هل أنت دي هتقبلها؟ لا طبعا، لأن ده مش تزوير، ده اسمه لعب عيال، تمام؟ لأنه كده هيبقى تزوير مفضوح، وبالتالي هو ما وصلش لدرجة إنه يبقى جريمة، ده أفعال طفولية. يبقى التزوير عشان يبقى جريمة لازم يصل إلى درجة الإتقان الذي يستطيع معه المتهم أن يخدع المجني عليه، بحيث أن المجني عليه يعتقد أنه المحرر ده محرر سليم. طيب التزوير عشان يعني يخدع المجني عليه لابد أن يتم إما بطريقة مادية أو طريقة معنوية. إحنا عرفنا الطريقة المادية، قلنا إن الطريق التزوير المادي هو كل تغيير في محرر بطريقة مادية أي بفعل ظاهر محسوس يترك في المحرر أثرا يمكن إدراكه بالحس، ده التزوير المادي. طب التزوير المعنوي هو إيه؟ كل تغيير للحقيقة في محرر بطريقة معنوية أي بفعل ليس له علامة ظاهرة محسوسة لا يترك في المحرر أثر يمكن إدراكه بالحس. يبقى التزوير المادي ترك أثر يمكن إدراكه بالحس، إدراكه من مين؟ من خبير التزييف والتزوير، مش منك أنت كشخص عادي. طيب التزوير المعنوي لا يترك أثر يمكن إدراكه بالحس، يعني برضو إيه؟ يعني لا يترك أي أثر، سواء الأثر ده إدراكه بحس أو بغير حس. يبقى إذن التزوير علشان يقع لابد أن يكون إما بتزوير مادي أو تزوير معنوي، وإن شاء الله في الفيديو القادم هنتناول طرق التزوير المادي وطرق التزوير المعنوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.